أولا مرحبا بك الفنان أنس العاقل. شكرا. بصفتك عضو لجنة التحكيم في الدورة الحالية من مهرجان شفشا واللي فيلم طفولة والشباب، شاهدتم 20 فيلما من موزعة ما بين أفلام الغربية والأفلام العربية، شخصيا ما هو الفيلم الذي شدك أو الذي أقنعك لترشحه لنا للجائزة؟ الفيلم يعني الذي أقنعني، يعني هناك مجموعة من الأفلام، لأن المهرجان احتضن مجموعة من الأفلام اللي كانت متميزة واللي يعني خلقت لنا يعني حيرة كلجنة التحكيم، لأن هناك أفلام متميزة، أفلام أنيميشن وأفلام متميزة أيضا يعني الأفلام السينمائية، وهنا يعني وقعنا في هذه الحيرة، كيف أننا غادي نوضعوا فيلم سينمائي مع فيلم ديال التحريك وغادي نفاضلوا بيناتهم، وبالتالي يعني خرجنا بصيغة هذه السنة هذه أننا يعني نقتصروا على الأفلام السينمائية، والأساس أننا ننوهوا بالأفلام التحريك والأفلام يعني الوثائقية، على أساس أن السنة القادمة تكون جائزة خاصة بأفلام التحريك وجائزة خاصة بأفلام السينمائية وجائزة خاصة بالدوكيمنتير. هذا العملية الأولى. العملية الثانية اختلاف المدارس، كانت هناك اختلاف في المدارس السينمائية وكانت أيضا يعني تفاوت في المستوى، ولكن كانت أعمال متميزة كثيرة اللي يعني خلقتنا احنا حيرة كلجنة التحكيم. بقى الفيلم اللي كان أقرب لي يعني، والفيلم اللي كاين فيلم خفقة قلب، الفيلم اللي كان خفقة قلب اللي هو قريب لنا وقريب من الظرفية، قريب للمجتمعات العربية في هذه الساعة هذه، هو الفيلم ديال أيام سامي، اللي فيلم التيمة ديالو على التقارب بين الشعوب، على الحرب، على شكون اللي غادي ينتصر، واش يعني قيمة المحبة ولا قيمة المصلحة الفردية، خصوصا أن البطل ديال الفيلم وقع في هذا الموقف، أنه كان كيغلب قيمة المحبة على قيمة المصلحة الفردية، ولقى أن يعني الطرف الآخر كيغلب يعني هذه المصلحة الفردية على قيمة المحبة. هذا نسميه فيلم ديال خفقة قلب بالنسبة لي. الفيلم اللي حسيت بأنه عنده إضافة سينمائية ولا عنده لغة سينمائية، كاين عمق، كان فيلم إسلندي. فيلم إسلندي هذا كان كيعود على ظاهرة الانتحار بفضل يعني بسبب الاكتئاب في إسلندا، في ظل ذاك المجتمع، في ظل ذاك البرودة ديال المجتمع. القصة كتدور على جوج ديال الخوت، يعني واحد كيحاول ينتحر وكيجي الصغير وكيحاول يجعله أنه يتخلى على الفعل ديال الانتحار، ولكن كيطلب منه أنه ما يعاودش هذه القضية للأب ديالو، ما يبلغش بأنه عنده حالة حزن وباغي ينتحر، هو كيبلغ الأمر للأب، وكتنوض مشكلة ما بين الابن الأكبر وما بين الأب، وبالتالي الابن الأكبر كيبغي ينتقم من الأخ الأصغر وكيتعامل معه بقسوة. الأخ الأصغر يعني كرد فعل على هذه العملية هذه كتجيه رغبة في أنه عوض أنه يصرف ذاك العنف ديالو في الأخ ديالو الكبير، تجيه رغبة في الانتحار أيضا. كيحاول ينتحر، وفي الاخير الفيلم كينقلوا يعني الابن الاكبر، وفي الاخير ملي كيجي كيسولو كيقول له واش هل اقول يعني هذا الامر لابوي، الابن الاصغر كيقول له نعم. الغريب فيه، الجميل فيه، كان هو لغه السينما، انه تقريبا فيه شي 4 ديال الحوارات فقط ولا 5 ديال الحوارات، كامله لغه بصريه، كان الاداء ديال الممثلين على مستوى عالي، كان ايضا الصوره، وكان ايضا حتى من ناحيه المعنى ولا من ناحيه يعني الخلاصه التي يخرج بها المشاهد، يعني يجب ان يعمل تفكيره، وهناك امكانيات للتاويل. هذا الفيلم الذي اثارني جماليا. عودة إلى الحياة العملية للفنان أنس العاقل، ما هو ما هي الشخصية أو الدور الذي يمكن أن يستفيد أنس العاقل ويتمنى أن لا يسند إليه من طرف المخرجين؟ هل ممكن نعم يمكن بالطبع. ما هو الدور أو الشخصية التي يمكن أن يستفز أداءها أنس العاقل ويتمنى أن لا تسند إليه إطلاقا من طرف المخرجين؟ دور أو شخصية أتمنى يعني تستفزني كممثل يعني وأتخيلك كممثل، ولكن لا أريد أن تسند إليك تماما، تتمنى أن لا تسند إليك. سأقول لك يعني أنا ابن المجتمع المغربي وابن ثقافة معينة، ولا أحب أن يعني أن أخلق طابع الصدمة
للجمهور المغربي وأعرف ثقافة هذا الجمهور. مثلا قد أدوار مثلا المثليين الجنسيين مثلا قد يغريني إذا كان يعني دور مثلي جنسي فيه كثير من العمق، فيه عمق في التناول وفيه عمق في الرؤية، ولكن قد أرفضه يعني وأفضل أن لا يسند إلي، على الأقل أفضل أن لا يسند إلي رغم يعني أن التناول العميق، لأن هناك يعني سوء فهم للجمهور المغربي لهذه النوعية من الأدوار. أيضا يعني بعض المشاهد، بعض الأدوار التي فيها يعني مشاهد يعني مشاهد ساخنة أو مشاهد يعني إباحية، رغم يعني الضرورة ديالها الفنية أفضل يعني أن لا تسند إليه. رغم ضرورتها الفنية، إذا هل أنت ترى أن الإباحية ضرب من أو ضرورة سينمائية مثلا؟ في بعض الأحيان لا أقول الإباحية وإنما أقول مشاهد جنسية، قد نحتاج لمشاهد جنسية كضرورة فنية. لكن أنا يعني ممثل أنتمي يعني للمجتمع لديه خصوصية ثقافية معينة، ولا أريد أن أدخل في الصراع مع هذا المجتمع. يعني إذن أنت مع التجسيد حتى على مستوى بعض المشاهد، ألا ترى أن هذا نوع من استغباء الجمهور؟ لأن الإشارة تكفي لنقوم بإيصال فكرة للجمهور، الإشارة تكفي. هناك يعني بعض المواضيع التي لا يمكنك أن يعني تشير إليها فقط. أعطيك مثال، امرأة عانت من ويلات اغتصاب فظيع أثر دمر أسرتها دمر حياتها، إن لم يرى الجمهور يعني ذلك الاغتصاب أو ذلك الأثر لن يحس بمعاناتها. أو مثلا امرأة تعاني من حرمان فظيع وعنف داخل سرير الزوجية مثلا، لن يحس الجمهور بأنها يعني رغبتها في الطلاق يعني لديها مصداقية إن لم يرى هذا